لا يمكن أن نرى مجمع الزاوية للخدمات النفطية بهذه الشكل وبهذه الحالة. لابد تنتج في 30% من إنتاجها. بعد زيارتي اليوم الحقيقة تأسفت كثيرا، وندعو أهالي الزاوية وشباب الزاوية أن يقفوا معي بعون الله. لابد من صيانة هذا المرفق الهام وإعادته بإنتاجه الكامل وممكن حتى تطويره. طبعا تكلمنا مع السيد وزير النفط، وسنتكلم مع مدير المؤسسة الوطنية للنفط، وسنتكلم مع حتى الشباب الذين يحرسون هذا المرفق. لابد من وقفة جادة من أهل الزاوية لإعادة كل الأمور لنصابها. الشباب لا يمكن أن يكونوا متهمين بهذه الأعمال التي لا يمكن أن نقبلها جميعاً.